السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا لسلسلة شرح الـ RTN، كنا وقفنا السيشن اللي فات في الـ RTN 620، وإن شاء الله هنبدأ النهاردة أول سيشن في الـ 950 استكمالا للسلسلة. وكنا الطريقة بتاعتنا في الشرح إن شاء الله بنبدأ نعرف وظائف اللينك أو المايكرويف في كل فيرجن، ومن حيث الفانكشن اللي بيقدمها بالكروت اللي بيتكون منها، وفي الاخر بنتكلم على السوفت وير اللي احنا بنستخدمه وازاي بننزل الكونفيجريشن. هنبدا دلوقتي نتكلم على الاركتكتشر بتاعت 900، ولكن قبل ما نتكلم هنتكلم عن حاجه بسيطه جدا، وهي ايه الداتا اللي المفروض اللينك بينقلها. المفروض اي لينك بينقل داتا، الداتا دي عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات في مجال المحمول لازم احنا نعرفها. يا ينقل داتا E1، تمام، يا ينقل داتا فايبر بيسموها SDH او بيسموها STM، او ايثر، تمام. دي الداتا اللي احنا المفروض بتتنقل عن طريق المايكرويف من البي تي اس او من اللينك اللينك، تمام. طيب ايه الفرق ما بين الداتا ديت؟ داتا الاي 1 بيحتاج انترفيس كارت اي 1 وبندبسها كهاردوير داخل الدي دي اف. اما الفايبر، تمام، طبعا الاي 1 ديت بيسموها بي دي اتش، تمام، وهنعرف في نهاية السلسلة ايه الفرق ما بين الاس دي اتش والبي دي اتش، بس احنا كل مرة كده هنتكلم الفانكشن بتاعت الاس دي اتش او البي دي اتش، الفرق ما بين الاس دي اتش والبي دي اتش في كل لينك، وبعد كده هنجمعهم كلها مع بعض. فاذا كان احنا بنوصل الداتا داتا الاي 1 اللي هي بي دي اتش، بنوصلها كهاردوير في الدي دي اف، او بنوصل فايبر ما بين لينك ولينك او لينك او البي تي اس واللينك، بيبقى عن طريق الاس تي ام او كابل فايبر. الكابل الفايبر ده بيحتاج برضو كارت انترفيس يونت فايبر، تمام، او كارت ايثر او كابل ايثر عن طريق انترفيس يونت ايثر اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، اي ام اس 6، تمام. فده الداتا او انواع الداتا اللي احنا اتكلمنا او اللي احنا المفروض ننقلها. فبالتالي اما نيجي نتكلم على الفانكشن اللي بيقوم بيها ال ار تي ان 900، لازم نحط في اعتبارنا الثلاث انواع ديت، الفايبر والاي 1 والايثر، ونشوف هو بيقوم بنقل الداتا دي ازاي. اول حاجه هنتكلم عليها التي دي ام مايكرويف، وفي التي دي ام مايكرويف ده يعني مفيش ايثر، يعني فايبر واي 1. طيب الفانكشن ديت بتقوم ازاي؟ عندنا اس تي ام يعني فايبر او اي 1 بتخش على ايه؟ في اللينك على السيرفيس انترفيس يونت اللي هي كابل كارت الاي 1 او كارت الفايبر، تمام، في الاندور يونت ديت، دي كده الاندور يونت، تمام، على السيرفيس انترفيس كارد او اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، او الانترفيس كارد زي اس ال 1 او زي كابل الاي 1 البي دي اتش او البي اتش 1 او البي او 1 زي ما اتكلمنا عليها في 900 620. هنتكلم على كروت ثانيه خالص بس برضه اسمها كروت اي 1. بعد كده بنعمل كروس كونكشن ما بين الكروت الاي 1 وما بين الاي اف، ده سوفت وير داخل اللينك، تمام. بعد كده يطلع على كابل الاي اف ثم الاوت دور، تعمل لها موديوليشن ثم الديش انتن. والعكس الداتا بتيجي على المايكرويف، خش على الاوت دور تعمل لها دي موديوليشن، خش على الاي اف بيعمل لها كروس كونكشن، ينزل الداتا على السيرفيس انترفيس كارد ثم الى كابل الاي 1 ثم الى السايت الاخر. طيب هل في فانكشن ثانيه بيعملها الاندور يونت؟ في فانكشن ثانيه، بس الفانكشن الثانيه ديت بتساعد على الداتا فلو ديت، على حركه الداتا ديت. طيب ايه هي الفانكشن ديت؟ اول حاجه الباور يونت او الباور كارد، تمام. ده ايه الباور ده؟ ده كابل باور، خش على كارت الباور
تمام، بيمد كل الكروت ديت بالباور، بلس ان هو بيمد الاوت دور يونت عن طريق الاي اف بالباور اللي هو سالب 48 فولت. الثاني تاني فانكشن اللي هو الفان يونت، اتكلمنا عليها برضو على الفانكشن دي المره اللي فاتت، وقلنا هنبدا بيها السيشن ده. الفان يونت بتعمل ايه؟ هيت اكسشينج، بتبرد او بتعمل تبريد للكروت عشان خاطر الشغل 24 ساعه لللينك ده بيعمل بيرفع درجه الحراره، فبالتالي لازم يكون في فان يونت، والفان ديت اندر كنترول من الكنترول يونت برضو عشان خاطر نسرع نعلي الفان او نوطي الفان ده، نتيجه برضو ان احنا لازم نكون متحكمين فيها عن طريق كنترول يونت. تاني حاجه الكنترول يونت ديت بتقوم بمجموعه من الوظائف بتحكم في الكروت كلها، بلس ان هي بنأكسس على السايت، بنأكسس على اللينك او بنلوجن على اللينك عن طريق الكنترول يونت، بلس ان احنا بنحط الكونفيجريشن، بلس ان احنا بنربط اللينكات ببعضها عشان نقومها مانجمنت نتورك مانجمنت داتا. تمام، في برضه فانكشن ثانيه اللي هي كلوك يونت والاكزولري والانترفيس يونت، ديت من اهم فانكشن فيها اللي هو الالارم، بنوصل الارمات على اللينك. ده الفانكشن اللي بيعملها ال 900، تمام، بس في حاله ايه؟ التي دي ام. طيب لو كان في كابل ايثر او في باكت هنعمل فيها ايه؟ هنعرف دلوقتي. تاني اركتكتشر لل 900 اللي هو الهايبريد. الهايبريد ديت يعني ايه؟ هي نفس الفانكشن اللي فاتت ولكن بالاضافه الى الباكت او الايثر. فاحنا عندنا بقى عندنا داتا ايثر واس تي ام واي 1 بتخش على السيرفيس انترفيس يونت. ايه السيرفيس انترفيس يونت ديت؟ الكروت اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، كروت الاي 1، كروت الاس تي ام، وكروت اللي بتوصل على الايثر اللي هي اي ام اس. طبعا هتكون في ال 950 950 او 900 هيكون لها اسم تاني. تمام، طبعا الداتا اللي جايه ايثر سوري الداتا اللي جايه اي 1 واس تي ام بيتعمل لها ايه؟ كروس كونكشن. والداتا اللي جايه ايثر بيتعمل لها حاجه اسمها باكت سويتش يونت، بتحملها على لان، واللان ديت بتترمي على الاي اف. الاي اف بيجمع كل الداتا ديت ويرفعها على الاي اف كيبل، ثم الاوت دور بيعمل لها موديوليشن، ثم الى الديش انتنا بالسايت اللي بعده، وهكذا بناخد الداتا ديت. لو احنا عندنا الداتا ديت احنا مستلمينها، تمام، عن طريق الديش انتنا، ثم الاوت دور يونت بتعمل لها دي موديوليشن، ثم الاي اف. الاي اف بي الداتا اللي جايه عن طريق تي دي ام او الداتا اللي محتاجه كروس كونكشن بننزلها على سيرفيس انترفيس يونت، ثم الى الاي 1، ثم الى السايت اللي بعده او الى البي تي اس. او الداتا اللي جايه عن طريق كابل الايثر، تمام، بتعمل لها باكت سويتش وتنزل على السيرفيس انترفيس يونت اللي هي كارت الاي ام اس، ثم البي تي اس او الى اللينك اللي بعده. تمام، نفس الفانكشن اللي بتساعد على الداتا فلو ديت هي نفس الفانكشن اللي بتتم في التي دي ام، وديت هي الباور يونت والفان يونت والكنترول يونت والكلوك يونت والاوكسيلري انترفيس يونت. الداتا فلو هناخدها بقى جزء جزء كده، على طبعا احنا خدناها بصفه عامه، هناخدها على كل لينك. هناخدها على كل لينك، قلنا هنتكلم على ال 910 وال 950، تمام؟ فاحنا هنبدا بال 910. عندنا في حاله الاس دي اتش والبي دي اتش، يعني زي ما قلنا الاي 1 والفايبر. عندنا الاس تي ام اي او اي 1 هتخش على ايه؟ المفروض احنا قلنا كارت الاي 1. ايه؟ بس هنا سي اس تي اي، ده كارت الاي 1؟ لا، ده كارت الكنترول. ده كارت الكنترول، امال فين كارت الاي 1؟ كارت الاي 1 داخل كارت الكنترول في الحاله دي. هتلاقي في بورت كده، بورت ده اسمه بورت الاي 1، تمام، هيطلع منه كابل اي 1. يبقى كارت واحد ككنترول بيقوم بالفانكشن بتاعت الكنترول وبيقوم بالفانكشن بتاعت الاي 1، وعن طريق
الكنترول ده بنعمل كروس كونكشن ما بين كارت الكنترول للاي اف 1 ثم على الاي اف كيبل ثم الاوت دور ثم الدش انتنا. طيب لو كان في ايثر بندخل اي 1 وفاست ايثر او كابل ايثر على ايه؟ على كارت الكنترول برضه. ايه ده؟ كارت الكنترول بيسبورت الايثر؟ في ال 910 بيسبورت الاي 1 والايثر. وفي كذا فيرجن من الكارت ده. كذا فيرجن من الكارت ده. سي اس اتش اي وسي اس اتش بي وسي اس اتش سي. تمام؟ بيحصل كروس كونكشن في الحاله ديت. احنا بنغير الاي اف بيبقى بدل اي اف 1 هيبقى الاي اف يو 2 فيرجن ثاني، وهنتعرف بعد كده على الفيرجن بتاع الاي اف. بيحصل كروس كونكشن ما بين الكنترول كارد وما بين الاي اف او وي كمان بالاضافه الى سويتش باكيت سويتش ما بين الكنترول كارد والاي اف يو 2 ثم اي اف كي ثم الاوت دور تعمل لها مودوليشن دي الدش انتن. ده الداتا فلو او السيرفيس سيجنال بروسنج فلو في ال 910. نفس اللي هيحصل او اللي حصل في ال 910 هنشرحه برضه بنفس التفصيل في ال 950. طيب اول حاجه هنتكلم على في 950 على ايه؟ على الاس دي اتش والبي دي اتش مايكرويف. طيب الاس دي اتش عندنا اي 1 او اس تي ام هتخش على ايه؟ فين الكنترول؟ لا المره دي ما دخلش على الكنترول. ما دخل على ايه؟ المره دي دخل على كارت الاي 1 اسمه اس بي 3 اس او اس بي 3 دي. اتنين فيرجن هنعرف الفرق ما بينهم وعدد الايوانات اللي بيسبورت كل كارت فيهم في السيشن اللي جاي او اللي بعده. تمام؟ ثم بعد كده بيتم عمليه الكروس كونكشن عن طريق ايه؟ الكنترول كارد. ده في حاله الاس دي اتش او البي دي اتش. طيب في حاله الهايبريد اللي هو باكيت بلس الاي 1 هنلاقي الاي 1 بيدخل على الاس بي 3 اس او اس بي 3 دي. تمام؟ والايثر بيدخل على الاي ام اس تي اي سوري الاي ام 6 تي والاي ام 6 اف. تمام؟ بيدخل على الكارتين دول ثم بعد كده كروس كونكشن او باكيت سويتش عن طريق السي اس اتش او كارت الكنترول ثم الى الاوت دور ميديوليشن ل الاوت دور بتعمل ميديوليشن ثم الانتنة ثم السايت اللي بعده. وكذلك العكس دي موديوليشن للاي اف للاي اف يو 2 ل كروس كونكشن تنزل على الاي 1 وباكيت سويتش تنزل على الاي ام 6 تي. ده الداتا فلو او سيرفيسنج سيجنال بروسنج فلو للار تي ان 950. بعد كده الهاردوير ستراكشر للاثنين مع بعض كده الاثنين الاثنين فيرجن للار تي ان 950 و910. احنا بس هنتكلم على الفروق في الشكل والفروق في الكروت حاجه بسيطه كده ليه بعد وبعد كده هناخد كل واحد بالتفصيل. لو احنا بصينا على شكل 950 و910 هنلاقي تقريبا الابعاد زي ما اتكلمنا برضو في ابعاد ال 620 الابعاد هنا متساويه ما عدا بعد واحد اللي هو العرض ده او الارتفاع ده، والارتفاع ده بيكون 2 يو زي ما اتكلمنا قبل كده وده 1 يو. تاني حاجه بنتكلم فيها على الكنترول كارد. الكنترول كارد في ال 950 احنا عندنا 2 كنترول كارد. تمام؟ اثنين كنترول كارد ما بيعمل نفس الفانكشن اللي كان بيعمل لها 620 اللي هي الاكسس والمانجمنت وبيكنترول الكروت كلها. تمام؟ اما احنا عندنا في كنترول كارد واحد في ال 910
بيبقى بعرض المجازينة كلها اللي تحت ده، السلوت الاولاني اللي تحت ده كله تمام، بيسبورت الاي 1 والاي سر، وفي ساعات بيكون فيه الباور كمان. تاني حاجة في عندنا كارتين باور، واحد مين، واحد ستاند باي تمام. هنا عندنا كارت واحد باور ما فيش كروت تانية. طبعا احنا في عندنا هنا 8 كروت، في هنا 3 كروت بالاضافه لكارت الباور وكارت الفان، وهنا كارت الباور، 2 كارت باور وكارت فان. طبعا في حاجه الاي اف، الاي اف كي اي اف كارد اللي يركب هنا عادي، ممكن يركب هنا مش مشكله ويتعرف عليه. ولكن في عندنا اختلاف في كارت الكنترول، طبعا كارت الكنترول هنا كبير جدا بعرض المجازيه، ما ينفعش يركب هنا، فبالتالي كروت الكنترول مختلفه ما بين بعضها، فما ينفعش يستخدم كارت الكنترول 910 في 950 ولا 950 في 910. هنبدا بشكل اوضح شويه بمواصفات ال 910 تمام. عندنا ده كارت الكنترول اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده تمام. كارت الكنترول ده هتلاقي فيه بورت اي 1 اهوت، في بورتات ايثر، في بورتات المانجمنت تمام، في بورتات فايبر خلاص طبعا، ودي الليد انديكيشن اللي احنا هنعرفها بعد كده. في عندنا كارتين في سلوت 3 و4، سلوت ده وده، الكارتين دولت بيركب فيهم اي اف ويركب فيهم ممكن اكسترنال او سيرفيس يونت او سيرفيس كارت زي الايوانات او الاي ام اس، او يركب فيهم الاس تي ام او كروت الفايبر تمام. عندنا كارت الفان ده، وعندنا كارت الباور اللي هو بي اي يو في سلوت 5، بيسمى ده سلوت 5 وده سلوت 6، ده سلوت 1 بالترتيب كده، سلوت ده واحد طبعا ما فيش اتنين، بيبقى تلاتة واربعة. طبعا احنا لو بصينا هنا برضو عندنا كارتين دوم، لو ركبنا كارتين اي اف يبقى ممكن نعمل 1 بلس 1 هود ستاند باي، او ممكن نعمل ما بينهم اكس بيك تمام، يبقى بيسبورت الاكس بيك كونفجريشن، او 2 بلس 0. اخر جزئيه هنتكلم فيها ال 950 استراكشر. لو بصينا احنا هنلاقي في كارتين، طبعا احنا اتكلمنا دلوقتي في الابعاد بتاعت المجازينه. الابعاد بتاعت المجازينه البعد ده 2 يو، طبعا ضعف ال 910. في عندنا 8 كروت لو احنا عدناها كده زي ما حاطط 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 10 دول كروت الباور، و 11 ده كارت الفان. كارت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دولت بيركب فيهم اي اف بلس، بيركب فيهم اكسترنال او سيرفيس كارد، والكارتين الثابتين اللي مين وستاند باي اللي هما الكارتين بتاع الكنترول السي اس تي والسي اس اتش، اي كارت منهم بيركب ممكن نقوم السايت على كارت واحد، او ممكن نقومه اثنين، واحد مين واحد ستاند باي تمام. وطبعا الباور زي ما احنا قلنا واحد مين واحد ستاند باي، وممكن برضو يقوم على كارت واحد. عندنا السلوت 4 و6 دبير ممكن نعمله 1 بلس 1 تمام، الخمسة وثلاثة دبير وواحد واثنين دبير ممكن نربطهم ببعض تمام. طبعا بيسبورت الاكس بيك، ممكن نربط على لغاية مثلا واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة دايركشن 1 بلس 1، او ممكن نربط على ستة دايركشن 1 بلس 0.
طبعا احنا كده خلصنا الجزء بتاع الار تي ان، او يعني مقدمه كده عن الار تي ان، شكل الار تي ان 910 و950 ومكان الكروت، والكروت اللي ممكن احنا او الفانكشن اللي بيقوم بيها. ان شاء الله السيشن الجاي هنتكلم على كل الكروت بتاعته والليد انديكيشن بتاعته وكل كارت الفانكشن بتاعته ايه. فان شاء الله هنحاول يعني وهنعمل مراجعة بسيطة اللي احنا قلناها، لو يعني الدنيا برضو لسه فيها مشاكل، وفي النهاية ان شاء الله هنغطي كل جوانب الـ RTN. والسلام عليكم ورحمة الله، نسألكم الدعاء.